كيف هو الصوت؟ هل الصوت واضح؟ اوكي الحمد لله. طبيعي ننتظر بعض الدقائق لدخول جلوس الله. هل هنالك تساؤل؟ هل هنالك اسئله؟ هل لديكم؟ السلام ورحمه الله. اوكي والله أسماء العلماء لا يمكن أجيب على هذا السؤال أبدا. هنالك أسماء علماء من الضروري أن نعرفها، ولو أنا ضروري مثلا لا يمكن أن تكون أو تكوني متخصصة في الإدارة ولا تعرف أسماء مثل تايلور زيفر و مايو وغير ذلك. هذه الأسماء تركت بصمة كبيرة في الإدارة، لا يمكن ان احد ان يتجاهل هذه الاسئله. فضروري بعض الاسئله، لا اريد منكم ان تعرفوا القائمه كامله من الاسماء، ولكن اهم الاسماء وابرز الاسماء في مجال الاله. لان اسماء المتخصصين او الاهم رواد الاداره ليست قائمه ب100 اسم. وانما اذا حرصت ممكن بعض الأسماء الأساسية، يعني ليش كثيرة. أوكي، في شيء أسئلة أخرى سؤال للفين قبل أن ندخل في سلب الموضوع؟ إن شاء الله اليوم لكن نمر ندخل مباشرة في الفصل الأول. طبعا المادة بسيطة جدا والله، أنا سواء بالنسبة لطلاب المنتظم أو بالنسبة لطلاب المنتسب، ألاحظ أن نسبة الطلاب ينجحون بسهولة في المادة. لو كنت مثلا بدرس مادة أخرى كالإنتاج والعمليات أو العمليات الإدارية، فهي جانب رياضي كثير وفي مسائل، وهذا فيه طلاب كثيرين عندهم حساسية للرياضيات، فهذا يفسر بعض الأحيان نسبة الأخلاق العالية في هذه المواد. لكن في هذه المادة ليس هناك، الأرقام تتكلم، ونحن في الإدارة نتكلم أرقام وليس ما يقال وما قيل وما يقال. واضح، ما هذا ما نريده إن شاء الله، وليس هنالك مادة معقدة بمفهوم الرياضي أو بمفهوم المسائل الرياضية. إن شاء الله نشكر أولاً كل الطلاب والطالبات التي أو الذين قاموا بمحاولة الإجابة على الأسئلة التي قمت بطرحها، وستكون دائماً منهجياً معتمدة أنني أرسل بعض الأسئلة كان أقول إحنا أسئلة من أنا للتفكير ولمحاولة. أول مادة في اختبارات كذا تحكي في الاختبار النهائي، هي أول مادة في الاختبارات. نعم، إن شاء الله تكون بادرة خير للمتألقين والمجتهدين والمجتهدات. وهذا أنا متأكد أن إن شاء الله دائما كل طالب الذي يعطي للمادة المادة تعطي. ليس هنالك معنا في الكتاب سأحدد بعض الأشياء والآن سأذكر بها لما نصل إلى بعض الشباتر. الشباتر الأولى تكون الفصول الأولى أنتم مطالبين بها، ليس هنالك أنا، ولكن بعض الفصول التي تبدو متكررة مع أو تلتقي ببعض المقررات كمقرر كمادة الجودة الشاملة ومقرر القيادة، سيقع تخفيف من هذا الشطر 7 و8، لأن المادة تتكرر مع هذه المواد الأخرى اللي هي في المجال الإدارة، ولا نريد ان نكرر الاشياء التي تقال في مواد اخرى. فهذين الفصلان سيقع تخصيص جزء فقط قليل منهما في المنهج. فهنا انا ايضا ان يكون هنالك 12 شابتر سيكون طلبت عندكم 10 فصول، وهذا بحد ذاته معناها تخصيص لهذا المنهج.
اوكي، اما الملاحظ قلنا هذا الملاحظات الحديث هذا منتهى. انا اتمنى نعطيكم ان شاء الله في بعد فتره زمنيه بنعطيكم شرح مساعدة، واقول ما قلته في بدايه لقائنا انها طبيعي الفصل الثاني عشر المتعلق بالمملكه الهاشميه غير مدرج، نحن لا أنا نريد ان نتحدث عن المملكه العربيه السعوديه وليس المملكه الهاشميه. فانت تعويض بعض الاشياء اللي تتعلق بالبيئه السعوديه. الاجابات النموذجيه هي اجابات موجوده في الكتاب. بالنسبه للاجابات عاده الطلاب ياخذوا الاسئله هذه ويضوها في 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 الدوكيمنت ثم يحاولوا كانه وسيله مساعده للمذاكره فقط. ولكن الاجابات اللي شفتها انا اجابات خاصه لان في طالبه اسئله يتعدوا تقول لي والله الاسم بتاعها ليس امامي في القائمه ووجدت ان اجابتها معناها متميزه ساذكر بها ان شاء الله. اوكي نبدا باهم المصطلحات. طبيعي انتم في هذه الماده عده مصطلحات وعده مغريات اهمها التغيير التطوير، ولكن عدة أشخاص يمكن يتساءلون ما الفرق بين التطوير والتغيير. ثم عندنا التطوير الإداري والتطوير التنظيمي. ثم لدينا بعض الأحيان نستخدم كلمة التغير. هل التغيير هو التغير؟ أم نلاحظ أن ذلك أن ليس مرادفان لبعضهم البعض. فأهم هذه الأشياء نبدأ فيها الحين مباشرة. طبيعي لو ناخذ احنا اهميه التغيير ان الكل في مجال الاداره يؤكد على ان التغيير اصبح هو السبيل لنمو المؤسسات وان التشبث بالواقع اصبح عمليه يمكن ان نسميها بلغه خسرانه او انتحاريه للمؤسسات. فلا احد اليوم ولا يمكن ان يتغاضى او يتمسك بواقعه فان الثمن سيكون بعض جدا. كان كما ان العديد من المؤشرات تؤكد ان نسبه الاداريين في المؤسسات تزيد والدليل على ذلك مثلا لو ناخذ احنا طلاب جامعه الامام 25% من طلاب جامعة الإمام مسجلين في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 25%، يعني عندنا 12 كلية ف 25% من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، فهذا دليل على اهتمام أن هؤلاء الأشخاص على الذين يتوجهون إلى هذا المجال علما منهم أن هنالك فرص توظيفية كبيرة في هذا المجال. كما أن طبيعي ان اليوم الوظائف هنالك وظائف جديده تظهر وهنالك وظائف تختفي. فمن ضمن الوظائف مثلا الجديده نجد مدير معلومات، مدير مشروع الى غير ذلك من اسباب، ومدير كفاءات والزيارات. واصبحت الشهاده مربوطه بصلاحيه معينه، ليس هنالك شهاده علميه صالحه لكل الازمنه. فضروري لو كان عندك بكالوريوس اليوم واصبحت متوظفه فمن الضروري ان تواكب المتطورات حول هذا المجال، والا بعد فتره زمنيه ستجد نفسك او نفسك خارج اللعبه. ولا يمكن ان تجد نفسك في احسن المناصب وتترقى باحسن المناصب. فهذا الاشياء هي اللي نساعدها في عصرنا اليوم. كما ان نجد بعض الاشكاليات معناها الاشياء الجديده اللي كانت لم تكن موجوده، العمل عن بعد والتعليم عن بعد، وهذا دليل انكم اليوم نسبه الذين يدرسون عن بعد في جامعه المال هو نسبه تفوق وبعض الاحيان تقل الذين مستشارين في المنطقه.
واصبحنا نعيش في عالم كله اكواد كود الدخول للحساب البنكي، كود الدخول لموقع الانترنت، كود الدخول الى حسابه على النت، الى غير ذلك الى غير ذلك. فاليوم عالم الاكواد كما كنا احنا نعيشه، وحتى ولاحظوا احنا الناس الذين يسافرون اليوم ورقة التذكرة القديمة التي كانت تقدم لدينا اختفت من السوق، وأصبح هنالك من ضمن الهاتف الجوال بتاعك على طول في كود معين تتمرن، واللي موجود فيه الباس البوردنج باس وكل المعلومات. فهنا هذه تطورات وتغييرات نعيشها في مجتمعنا يوما بعد يوم. هنا كمقدمة عامة، هنا ما هو مفهوم التغيير؟ أول شيء التغيير كل هنالك عدة تعريف، ولكن كل التعريف تلتقي في هذه العناصر الثانية. أول شيء التغيير خطة طويلة الأجل، لا يمكن أن نتحدث عن تغيير بدون وجود خطة. وخطة لا يجب أن يكون خطة، ولكن يجب أن تكون خطة طويلة في الأجل. لما أقول طويلة في الأجل أنا 5 سنوات فما بعد. التغيير لحل مشاكل وتزيد المشاكل. لماذا نغير؟ ليس نغير لكي نغير، وإنما لكي نرفع الغبار على ممارسات ونجدد ممارساتها، لأنها تمكن من حل مشاكل كثيرة. لا يمكن حل مشاكل اليوم ب آليات قديمة. التغيير مجهود، ليس مجهود فرد، وإنما مجهود تعاوني جماعي. يد الله مع الجماعة. التغيير تأثير على البيئة. البيئة ليس نحن نقول احنا مثلا ماذا فعل بنا الهاتف الجوال في 20 سنة الأخيرة. غير كل شيء في البيئة. ماذا فعل الاتيان المعاملات المصرفية. اليوم معاملات معناها 24 على 24 ساعة. وكل شيء يمكن أن تقوم به معناها انطلاقا من بيتك. من النت. في أي لحظة، في أي وقت. التغيير يتغذى معناها بعلوم. العلوم، أبرز العلوم التي تمكن من فهم التغيير والتفاعل مع التغيير والاستفادة من التغيير هي ما نسميه كل العلوم السلوكية. ما هي أبرز العلوم السلوكية؟ حفظ بالكم لما نحكي عن العلوم السلوكية، ما هي العلوم السلوكية؟ أعطيني اذكروا لي بعض العلوم السلوكية. العلوم السلوكية فيش محاولات، العلوم السلوكية يفهم علم النفس. بارك الله فيك، علم النفس يفهم الفرد. ثم أي علوم أخرى؟ علوم أوكي، الموارد البشرية يقولوا إحنا وظيفة من الوظائف، أعطينا علم آخر. فيش علم اخر من العلوم، علم الاجتماع، بارك الله فيك، هذا ما من العلوم، وهنالك علوم اخرى. فلا يمكن ان نفهم سلوك الشخص، لو انت تدرسه ودرسته، سلوك المستهلك، سلوك المنتج، سلوك المستهلك من ناحية اقتصادية وسلوك المستهلك من ناحية تسويقية. فكل هذه تدور على ترتبط بسلوك، وهنالك مجال كبير او شغوف في الشخص الثاني يتعلق بالمدرسه السلوكيه. اوكي، التغير والتغيير، الفرق هنا شوف هنا جدا وذكرته في اجابات محمد، ان التغير ظهر قبل يوم السنه الاولى في الحياه دون تخطيط مسبق، عكس التغيير المباشر. انا
التغيير يتطلب خطة، برنامج. أما التغيير ليس هنالك خطة، فيأتي دون سابق إنذار ويتحمله الفرد في هذه الأشكال، ويتطلب منا التكيف. فهذه الأشياء معناها نعيشها. هل مثلا لو ناخذ مثال ما نعيشه اليوم في الرياض وفي عدة مدن في المملكة العربية السعودية، تغير من ناحية المناخ، هل هذا يخضع إلى خطة؟ فهي أشياء تقع ونحن نتقبلها. ممكن معنا المختصين في الرصد الجوي يقول لك مثلا الأسبوع هذا مش يكون بارد أو كذا. هي توقعات، ولكن لا أحد مثلا يشوف الجبال على ظهورها ترش، نشوف الصورة هذه مفبركة مركبة. هل يمكن في المملكة العربية السعودية أن نجد هذه على تغيرات جوية مناخية يشهدها العالم في أماكن متعددة، ولا نعرف مدى درجة تكرارها وحدوثها في الشهور والسنوات القادمة. التطوير، احنا هنالك نقطة التقاء بين التطوير والتغيير. ان نشوف اقل شيء التطوير في هذه الفكرات، في ناس يقولوا التطوير تغيير، اي بمفهوم ان التطوير معناها جزء من التغيير على حسب اذا اخذنا التعريف الاول. في ناس تقول التطوير هو التحسين، انا لا يمكن ان يكون للاسف. في ناس يقولوا التطوير تجديد، وفي ناس اخرين يقولوا التطوير تحديث والتطوير المناهج. في ادارات اليوم عندها ادارات التطوير، الجامعات عندها اداره تطوير المناهج، في شركات عندها تطوير منتجات. شركة كيما لوريال في كوسمتيك وبيكون شركة سنويا تقوم بتطوير وإخراج من الحصول على براءات اختراع بعدد بالعشرات وبالمئات، لأن الشركة هذه إذا لم تقوم بذلك فإنها ستتعرض ما تعرضت اليه شركات في مجالات اخرى انها خرجت من السوق. وكلكم يعلمون ماذا حدث لشركه نوكيا. شركه نوكيا كل نسبه كبيره منها كان اول هاتف له تحت هذا المسمى. اليوم اين هي نوكيا؟ وما سبب ذلك؟ لماذا اختفت نوكيا من السوق؟ فهذا معنى هي نتاج عدم التطوير، وثمن عدم التطوير هو الخروج من السوق. الخروج او الضعف او التراجع او غير ذلك. فالتطوير مجموعه من الاستراتيجيات، يعني لا يتم التطوير دون استراتيجيات دون خطا، يعني لما نقول استراتيجيات هنالك خطا. ومع ادوات واساليب في الاعتماد على العنصر البشري للوصول الى اي شيء من كفاءه وفعاليه. التطوير الاداري هو نوع نسبي من التطوير التنظيمي، اي ان التطوير التنظيمي اشمل من التطوير الاداري. يهدف التطوير الاداري الى تحقيق اهداف المنظمه نفس الشيء بكفاءه وفعاليه ورفع مستوى الانتاجيه. فالتطوير الاداري هو تحويل المنظمه، ويبتدئ التحويل في الجوانب التنظيميه والبشريه
في هدف مواجهة المؤثرات البيئية. لأن لما نواجه المؤثرات البيئية نتفادى ما حدث لنوكيا وما حدث لشركات أخرى. الشركات معناها الشركات هنالك العديد من الشركات. شوفوا مثلا الإدارة شركة تكيفت مع المتغيرات بصفة رهيبة. كلكم تعرفوا شركة نسلي. شركة نسلي كانت مقترنة بمنتج واحد. ما هو المنتج؟ نسلي حليب المركز. هل نسلي اكتفت بذلك؟ وسعت في المنتجات على طول وعلى العرض عمودين وافقين. فدخلت في منتجات معناها دخلت في الشوكولاتة في القهوة في وغيرها. فهذا مثال على الشركة التي عرفت كيف تطور ذاتها وتكون في موقع جيد. طبيعي التطبيق التنظيمي بالنسبة لبيكارد اسم من أسامي الإدارة يحدد أربع عناصر أساسية للتطبيق التنظيمي. فقال أن التطبيق التنظيمي عملية مخططة لطوية الأجهزة هذا كما ذكرناه في التغيير تشمل أنشطة التطبيق جميع أجزاء التنظيم الرسمي وغير الرسمي. لا نهتم إلا بالجانب الرسمي. الهيئة والعلاقة بين المسؤولين والإدارة ولكن جاءت العلاقة بين الافراد نفس الشيء. التطوير مدعو بالاداره لا يمكن ان يكون التطوير اذا كانت الاداره راضيه بالاستعانه بمستشارين غير موجودين يعني لا يد في يد. ويمكن التطوير من زياده فعاليه المنظمه. هنالك مبادئ يستند الى التطوير الطبيعي وهذا جزء تجدونه في شريحه أو اثنين من خارج المنهج من خارج كده. أول شيء المبادئ تعلق بالإنسان، الإنسان كفرد له حاجات. أنا في ناس تريد الزواج، في ناس أقل ممكن بسرعة الطريق. وبالمبادئ الجماعات، الجماعات هو كل عمل جماعي، هو التعاون. وبالمنظمة، ثقافة المنظمة، البناء التنظيمي، الثقة، دائرة الثقة. هل الثقة متوفرة بين الموظفين؟ وأهمية الثقة أنا لا شك فيها. إيجابيات التطوير، أبرز إيجابيات التطوير. تحسين وتطوير أداء الأفراد يا جماعة. التطوير طبيعي سعي للحسين. شافوا انتم اليابانيين يقولوا الجوده هو ذلك التغيير المستمر. المسمى الياباني كايزا ليتل تشانج تغيير صغير في شخصيه معينه ولكن تغيير مستمر يؤدي الى التغيير والى اداء جيد. التركيز على ثقافة المنظمة، نجد ثقافة المنظمة، هي ثقافة المنظمة تعطي قيمة للموظفين. المنظمة تعطي قيمة لعملائها، أن العملاء يشتكي وتستمع إليه. تجديد ثقافة المنظمة، لا يكفي أن تجديد هذه الثقافة والأنماط السلوكية. والتطبيق الفعلي للمناهج العلمية، لا نشتغل بطريقة تخمينية. سلبيات التطوير التنظيمي، إذا قلنا هنالك إيجابيات فلا يجب أن نذكر ما هي السلبيات. من أول السلبيات هو الإفراط والتركيز على الجانب الإنساني وإخفال أو على حساب الجوانب الأخرى كالجوانب الفنية والهيكلية والإنتاجية. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني من السلبيات خطر تبني نفس القيم والاعراف السائده والتقليديه اثناء عمليه التطوير، اي تحت مسمى التطوير نرجع الى الممارسات القديمه. اهمال دراسه النفوذ وموازين القوى اهم جدا لما ندرس نقوم
الطبيعي يجب ان نعرف ما هي موازين القوى. من له السلطه اكثر من الاخر؟ من الطرف القوي؟ من الطرف الاقل قوه؟ التمرين هذا تكلفه وبطء في الحصول على النتائج. التطوير ليس عمليه نريد ان نجني ثمارها بسرعه، هذا الخطا الكبير. والصراع الصريح او الخفيف، الحين صريح لا، بين الثقافه الجديده والثقافه التي تحملها عمليه التطوير. بعض الاحيان التطوير يعطي هنالك من يركب ركب التطوير وهنالك من يريد ان يعيقه، فهنا نجد هذه الاشكاليه. خصائص إدارة التغيير والتطوير الطبيعي. هنالك خصائص، من أبرز خصائص التطوير التغيير والتطوير الطبيعي التغيير، أي وجود هدف خلال هناك منه. استهدافية أن تكون هنالك أهداف مرسومة واضحة بشكل خطة. ثاني خاصية من خصائص التغيير والتطوير الطبيعي الواقعية. أنا إنسان في ناس يقول ليش لماذا لا نكون، أنا أعطيكم مثال، لماذا لا تكون جامعات، هناك جامعات غربية مصنفة. يعني هذه العملية الجامعات الغربية عندها 200 سنة عمرها. الجامعات نحن أكبر جامعة كم عمرها. فلا نريد أن يجب أن نكون واقعيين. التوافقية، أنا أن تتوافق. أنا أهداف الإدارة يجب ان تتوافق مع اهداف الموظفين، ولا يجب ان يكون يدفع لمصالحه الفريق. هذا مهم جدا، اشكاليه كبيره. التفكير في مصالح الفريق يعيق التطوير. الفعاليه تحت تحقيق الاهداف، المشاركه كما قلنا يد الله مع الجماعه، الشورى، المشورة الى غير ذلك، حين على تفادي عدة أخطاء. ولا أحد يمكن أن يمتلك حقيقة لحاله لوحده، الحقيقة راهي لدى الجميع. الشرعية، يجب أن تكون يكون التغيير والتطوير مع احترام اللوائح والأنظمة الموجودة، لأن أقوم بتغيير ضد اللوائح. الإصلاح، هدفه الإصلاح. الرشد، أن تكون التكلفة بتاعه أقل من الإيرادات. هنا أقوم بتغيير إذا كانت الإيرادات بتاعه أقل، لكن ستكون أعلى. لماذا هذا التغيير؟ سيكون عبء، هو أن يكون ميزة. القدرة على التطوير والابتكار مهم جدا. هاتان الكلمتان هامتان جدا. ابتكار، تطوير. والقدرة على التكيف سريع مع الأحداث. اي شيء احداث مثلا ظهور منافس جديد، حدث تمشي كيف نتكيف معه، ظهور مزودين جدد الى غير ذلك. اسباب التغيير والتطوير التنظيمي، من اغلب اسباب التغيير والتطوير التطور التكنولوجي. لا احد اليوم لو كان عندك معدات تشتغل بها اليوم، هل مثلا المصارف الاي تي ام اليوم موجوده، السراق هل هو اليوم كما كان 10 سنوات وراء؟ هل نستخدم نفس السراق؟ لا، حسب رايك هل السراق الذي تستخدمه البنوك اليوم المصارف هو نفس السراق الذي كان ذاك؟ لان لا يمكن، لو تبقى مع نفس المعدات معناها لا. فهذا هو ما معناه التطور التكنولوجي. انت هل اليوم تدرس الذين يدرسون في المدرسه كما قالنا في الابتدائيه، هل الذين يدرسون اليوم كما كان يدرس الاب والجد مدارس قبل؟ لا، الى غير ذلك من اشكال التغيير والتطوير. العولمه، اصبحنا نعيش في قريه، هذا ما نسميها قريه، الذي يحدث في اي منطقه في العالم له اثر في مكان اخر. المنتجات، لو تاخذ اي منتج عندك في البيت، لو تاخذ الكمبيوتر بتاعك
وتفكك وقطعة قطعة ستجد أن هذا الكمبيوتر قد تم تصنيعه في 20 دولة. لو تأخذ سيارة تاعك وتفككها قطعة قطعة ستجد أن هذه العودة، هذه ما معناها العودة. فأصبحنا معناها الدول أصبحت قريبة لبعضها البعض، ودرجة التعاون على كل المستويات، والأسواق أصبحت منتجات تروح فيها وتدخل في كل بأقل من معناها الحواجز القانونية والجمركية وما ذلك. بعض وتراجع الأداء. هذا الأداء لما يكون عكس يدفع المنظمة أن يدفعها إلى التغيير. إذا كانت بعض الأحيان إذا كان الأداء المتميز للمنظمة ممكن تتكافئ كل واحد. وحتى المنظمات التي مستوردة بطاقة ستسعى إلى أن تحسن هذا الوضع. القوانين والأنظمة، شوفوا أنتم لما تغير نظام العمل في المملكة، الدوام، أيام العمل، هل هنالك مؤسسات قد تفكر قبل تطبيق ذلك؟ هذا النظام يتطبق على الجميع. الدوام من الأحد إلى الخميس دون أي استثناء. تعدد وتنوع ثقافات العمل. طب هذا متميز المملكة العربية السعودية، فيه قرابة 9 مليون وافد، هذه 9 مليون وافد من أي جنسيات موجودين، من جنسيات متعددة. ويلتقون ويعملون في بعض المؤسسات تحت التي لديها أهداف معينة، وكيف يمكن لهذا التنوع أن يقع استغلاله بطريقة جيدة؟ قصور العقل البشري، أوكي، ما نعتقده اليوم جيد وصحيح ممكن بعد مدة زمنية نكتشف أنه غير صحيح. فهذه نظرة الإنسان، لو كان الإنسان له كمال البشر لحل المشاكل كلها. تغيير احتياجات العملاء، العملاء ليست لهم احتياجات مستقرة. الآن شوفوا احنا العملاء، العملاء في ناس عملاء لو نحسبهم احنا. العميل الذي يعاني من حشاكل من أمراض السكر في حاجة إلى منتجات معينة. لو نحن لو الشركات معناها كانت تفكر في العميل بصفه متجانسه، يعني العميل ككل، فلما طورت منتجات متجهه وما خسر جزء كبير من السوق، وهي في صالحها ان تلبي احتياجات هذه الفئه المعينه. تغيير اداره المنظمه، المنظمات تتغير. اليوم عندك مدير تنفيذي، مدراء تنفيذيين، بكره يمكن يكون عندك مدراء تنفيذيين اخرين. والنمو سعي وراء النمو. هذه أهم الأسباب. أسباب أخرى، المحافظة على حيوية. لأن قلنا التغيير هو مؤشر حيوية. الشركات التي تغير معناها أنها حية. تنمية القدرة على الابتكار. احنا لو مؤسسة بتقوم بتطور موظفيها. بدورات تدريبية هنا على طول وعلى الأرض وغير ذلك. ولما الدولة تبعث طلاب لابتعاث وعدد مهول من الطلاب فهذا سيفتح أنا ويفتح مداركهم ويطور. ونجد هنا أنا العديد من الطلاب السعوديين والسعوديات التي تميزنا في عدة معناها اكتشافات وعدد معناها براءات اختراع. التوافق مع متغيرات الحياة، لأن نحن يجب أن نكون انسجام مع هذه المتغيرات وزيادة مستوى الأداء. هذه أبرز الأسباب، التغيير والتطوير الطبيعي. هل إلى حد الآن واضحة الصورة لكم؟ هل هنالك مواصل؟ أوكي، هذا أهم جدا، يعني أنا لا يمكن أن وإذا كانت المعلومات لا تمر
ولا تصل إلى الهدف المرجو منها بين التطوير والتغيير. قلنا التطوير مثلا الاثنين يلتقيان مثلا، لكن في ناس مثلا هنا مثال نلاحظ احنا الاثنين ينخرطان في خطة طويلة في الأجل كلاهما، لكن أين يفترقان؟ هنا يفترق في ناس حسب بعض الكتاب يقول التطوير جزء من التغيير والتطوير للإيجابي، أما التغيير فيمكن أن يكون للإيجابي ولكن هذا خارج أنا ما يقال في العامة حسب قراءات معينة حسب المراجع. واضح نواصل؟ أنا إذا أي بعض الحين إذا في أسئلة أنا إحنا من الأحسن أن تطرح أسئلة. نواصل. أنواع وأشكال التغيير والتطوير التنظيمي. أشكال التغيير والتطوير التنظيمي تصنف بعدة تصانيف انطلاقا من المعيار المستخدم. إزاي؟ لو استخدمنا معيار الأسباب وقلنا نريد أن نصنف أشكال وأنواع التغيير والتطوير من منظور الأسباب سنجد أن هنالك ثلاثة أنواع من الأسباب. أول شيء التغيير استجابة لظروف خارجية. نقول ما علينا التغيير. الظروف الخارجية لكم العملاء. عدد الشراء للعملاء. تغيير هدف لحل مشاكل داخلية. أو من الداخل مشاكل في المؤسسة. لأن غيابات عدد من الغيابات مرتفع. نسبة دوران الموظفين مرتفعة فيجب أن نتساءل عندها حتى علاقة دوران الموظفين بالبيئة الخارجية هي مشكلة داخلية. تغيير يهدف السيطرة على المحيط. احنا مؤسسة لما أدخلت منتجات جديدة فهي هدفها أن تسيطر على المحيط. وشغل شركة المراعي كانت موجودة في الحليب ومشتقاتها. فدخلت إلى العصائر ثم دخلت إلى الدجاج ثم إلى هدفا ما تريد ان تسيطر على المعيار. المعيار الثاني بتصنيف انواع واشكال التغيير والتطوير. المعيار الثاني هو حسب اسلوب مواجهه التغيير. كيف تواجه؟ هنالك ثلاثه طرق او ثلاثه انواع. المواجهه بتخطيط بتغيير مخطط. يكون لدينا خطه. تغيير دفاعي. انا الانسان يحاول باش يخفف اقل الخسائر مرضنا. دفاعي. هجومي. نشوف دفاعي ممكن المؤسسه تجد نفسها انها وضعيه سيئه فتنزل الاسعار. تنزل الاسعار. في تنزيل الاسعار يكون دفاعي هجومي في نفس الوقت. الان انت باش تدخل السوق اول مره وسعر منتج مثلا 1 ريال فتبيعه باقل لكي تكتسب مكان معين. كثر السوق من مفهوم اخر. هذه معناها تدور طويله. حسب مده احداث التغيير يمكن ان نصنف انواع التغيير. حسب المده هنالك تغيير تدريجي مرحلة. التغيير غير متسرع. وهنالك تغيير جذري. رأسا على عقب. الآن لو ناخذ احنا مفهوم تغيير دوام العمل، كيف تم هذا التغيير؟ هل هو تغيير تدريجي؟ أو تغيير جذري؟ مرة واحدة. كيف كان؟ دفعة واحدة. لازم تنقل والله مش بتوع قطاع
المناشر، نبدا بالمدارس ثم نبدا بالشركات او نبدا بالقطاع الحكومي او الى غيره. هذا بعض الدول مثلا الاجازات بتاعها المدارس ليست اجازه موحده عند تقويم واحد، لا التقويم يختلف من مدينه الى مدينه. لماذا؟ لان فهموا ان الاكتظاظ يكون وكل الناس كنت تخرج سيؤثر على اسعار الفنادق وقطاع الوطن. ولو يعتمدوا هنا معنى نظام مختلف سيكون له اثر ايجابي على المستوى، لا يقع الابتزاز في على مستوى الاسعار وغيرها. هذا الشيء حسب موضوع التغيير، هناك تغيير مادي، تغيير مادي يتعلق بالمعدات بالاجهزه. الداتا شو تغيير مادي. درس بالبورد السبوره الذكيه. التغيير المعنوي هو ان تهتم بكفاءات على المهارات. مهارات الاشخاص. هل لديه المهاره دي؟ التدريب، التدريب يغير. التغيير حسب سرعه التغيير. التغيير السريع، التغيير السريع والتغيير البطيء. دفعة واحدة. هو هذا التغيير، بدل ما الناس تغير المجتمعات بصفة سريعة جدا. تغير المجتمعات. التغيير البطيء مثلا الثقافات تتغير بسرعة. ثقافة المجتمعات هي تغيير بطيء جدا. من جيل إلى جيل. وهذا دور الجامعة مع المؤسسات التربوية هي التي ساهمت في هذا التغيير الثقافات وغيرها. خطوات التغيير وهذا سنذهب إلى اللقاء اليوم. بالنسبة لخطوات التغيير هنالك ماني خطوات التغيير والتطوير التنموي حسب نموذج عبد الباري الدرة. خطوات تتلخص في الآتي: الخطوة الأولى معرفة مصادر التغيير، هل هو من الداخل، هل هو من البيئة، من المحيط، من أين؟ من إذا كان من الخارج من أين؟ من العملاء، من المزودين، من الحكومة، من المصارف، أو إذا كان من الداخل هل هو متعلق بمعنى الأنظمة، متعلق بالمنتج معين أو في كل منتجات وغير ذلك، بقسم معين. تقدير الحاجة إلى التغيير. نحن في الحاجة، في الحاجة. هل هناك حاجة أو أنا في ناس بتغير لكي تفيد بعض الأطراف الأخرى لشراء معدات معينة. هو تغيير معناها ملفق. يقول لا يجب أن نغير معدات، أوكي لماذا؟ والله والله المعدات هذه في حين المعدات هذه تكون ما زالت قابلة للعمل. هو يسوق لك أهمية لأنه عنده طرف آخر مزود من نفس العائلة ويفيده في وله نسبة مئوية، فهذا ليس منها تغيير منها معقول. التغيير مرحلة ثالثة تشخيص مشكلة المنظمة، ما هي مشكلة؟ من أين من ماذا تعاني المنظمة؟ ثم المرحلة الرابعة التغلب على المقاومة، نعرف أن كل تغيير سنفصل ذلك آخر بطرق بوضوح أن لكل تغيير مقاومة. ما فيش واحد كما نقولوا احنا في بعض الأحيان حتى ولو يكون التغيير إيجابي لا يقودون كما نقولوا احنا يقودون من الجنة بالسلامة، حتى ولو كان التغيير سيؤدي إلى الجنة أنا ستجد مقاومة. تخطيط الجهود اللازمة للتغيير. التغيير يتطلب عرق من العمل، وهذه ما هي الجهود المطلوبة للوصول. ثم المرحلة الثالثة وضع استراتيجية كيف؟ كيف سنصل إلى بر الأمان؟ ثم إذا عرفنا كيف نمر إلى تنفيذ الخطة التي قمنا بتصميمها. ثم في الأخير لا نغمض عينينا ونقول أن المهمة انتهت، لا المهمة التواصل ب
متابعه الكاسات والتصحيحات، فهذا اهم شيء انا يجب ان لا يقع الغافل عنه ولا نسيانه. هذه اهم خطوات الطريق. واضح الى حد الان؟ واضح؟ في شيء تساؤل؟ في شيء ملاحظات؟ هل التوقيت مناسب لكل الطلاب والطالبات؟ هل هنالك تعارض؟ ممتاز، الحمد لله، الله يوفق الجميع. ثم ان شاء الله في المحاضره القادمه الله يخليك، لا ننسى واعيد لك المنتديات، لما ترسل الاسئله لا تستخدم المنتديات القديمه، اعتمدوا على معناها المنتديات الجديده والروايه المتعلقه بالمنهج المعتمد الشامل واستفسارات الفصل الثاني، كتبتها بالرقم لكي انا اذا ارسلت لي في المنتديات القديمه لا اقدر ان اجيب عنها، ولكن لا يمكن ان اجيب الا على الاسئله التي موجوده في المنتديات المتعلقه بهذا الفصل الفصل الثاني. واضح؟ اوكي ان شاء الله، الله يوفق الجميع. انا اترككم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويقول اليكم الى اللقاء الاسبوع القادم.